المقرض وعليه الكلام. جبت معكم احسن مقروط مع أنجلنا الجديد والجديد والجديد. خواتاتي كي راكم دايرين وخوتي في الله كي راكم دايرين، الحمد لله حنا نحمدوه ونشكروه يا خواتاتي العزازات. التمر هاوين خدمته غادي نقول لكم واش درت فيه. بسم الله خواتاتي، عندي السميد الموايا، مشي العافر العافر ومشي الرقيق الرقيق. عندي هنايا 4 غرفيات، عندي كاس هاوين هكذا مشي عامر كاع بالماء، غادي نزيد فيه الماء زهر. راقبيني وشوفيني، يلا بسم الله نعمروه بالماء زهر. نص كاس زيت، غادي كلشي ندير معكم بالتفاصيل. عندي غرفيه تاع الزبده دايبه، ها هي وين هي الزينه ديال الحلوات تاع غادي ندير هنا. غادي نوريكم واحد الطريقه جديده عمر كيما شفتيها. شوفوا، نحطوا نص كاس زيت، نص كاس زيت ماشي كبير بزاف، غرفيه نتاع الزبده، عندي كاس، ما واش غادي نقول لك، كاس ها هو اللي تخدم به ام وليد، كاس مانيش عارف شحال فيه هذا الكاس، مكاسمه ندير اختي هنايا. غادي شوفوا، غادي ندرب كاع هاد الصوالح، ندربها مع بعض ونرجع معكم خواتاتي الغاليات والعزازات. ها شتو لالا؟ هنا خليو على جنب، جيبي لي هاد الاناء هذا، جيبي اختي القصعه تاعك، كبي هنا السميد بسم الله. الزوجه الثالثه والرابعه، هنا الشاشوني بسم الله. هاتي نزيدو 3 مغارف تاع كريمه، مغرفه الاولى، مغرفه الزوجه، مغرفه الثالثه. ديري اختي الملح بسم الله، الصوالح مع بعض هكا. وريك الطريقه تاع ام جنه، شوفي هنا بسم الله، تكبي هاد الخريطه هنايا، غادي تشوفي المقرط تاع ام جنه. تكوماسي ديري كيما هكذا، تلونيه بهذه الطريقه هذه. غادي نوسع لك هذه منا باش تشوفي مليح هكذا. آه. بسم الله، وتلوني وتلوني وديري كيما هكذا. شوفي كامل، ماشي تعجنيه، لا متعجنيهش ولا خصها شويه تاع الماء ولا الماء زهر، زيدي راح. آه. شوفي كاجا ما شاء الله وتبارك الله، كاجا يا اختي. شوفي خلوه يتشرب، ما تكسري راسك ما والو. هاد الوصفه هادي اول مره ام جنة اللي ديرها معاكم، ما تقوليش شتيها بلاصه واحده اخرى، ما شتيها حتى بلاصه، شتيها عند ام جنة. اه لوني هكذا ليها، شوفي كاش خرج ما شاء الله. ها آه حكي شويه هكذا، ما غادي لا يتعجن لا حتى حاجه، ما تقوليش تعجن يا ام جنة. ومن بعد تبقاي تخدمي بالسياسه عليك، شوفي هكا تبقاي تخدمي بالسياسه عليك، تبقاي تخدمي بالسياسه عليك هنايا. خواتاتي العزيزات، التمر واش درت فيه؟ درت مغرفه نتاع الزبده، ودرت واش درت القرفه هذا ما كان، ودرت الزبده دافيه، الزبده سخنتها ودرتها هنايا، سمعنا هذيك عاود رطاب كيما هكذا. يلا خواتاتي غير الزبده والقرفه ورونتو مليح، ما درت فيه حتى حاجه خواتاتي العزيزات. هنا راه تشرب لي، شوفوا خواتاتي ها تشرب، نخدم به كيما نبغي دروك، فوالا تخدموا به كيما تبغيو. فوالا خواتاتي غادي نزيد شويه تاع الماء زهر هنا بسم الله، ودروك نخدم على خاطري. هذه من ايد محترفه خواتاتي الغاليات العزيزات، هذا ما كان. يلا ونبداو نخدمو ونشوفو المقاط كاش يجي تاع ام جنة. يلا اختي العزيزه فوالا، تفوتي كامل عليه بالماء زهر. يلا هلا، وتخليه وتخدمي على خاطرك. هاكا الكويرات تاع التمر كيما ها. خواتاتي الغاليات، كنت نشارك معكم احسن وصفه تاع هاد العام، ما نديروش المقرض دائما نديره، اليوم اختي نجد هاد العام ان شاء الله. كيما هاكا الا ما شفتوش معلك كيما هاكا السميد وخليتو تشرب داك اللي درتو معاكم، غادي يجيكم يتفتت في المقله. هاني قلتها لكم خواتاتي العزازات. يلا هنايا، ولا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع احبابكم مع خوتكم، باش هكا نسهل عليكم مهم ما شاء الله. كيما هكا بسم الله ما شاء الله، دير كيما هكا بهذه الطريقه، هذه دير كيما هكذا، نحلو هنا في الوسط هكا، شوفوا خواتاتي نحلو كيما هكا في الوسط، ندير شويه تاع التمر هنايا كيما هكذا هنايا، شوفوا فوالا خواتاتي
بهذه الطريقه هذه ديروا كيما ها شوفوا كيتبلع. جيب بحال الرشامه عندي هذه الرشامه وعجبتني ندير فيها المقروط ونسيه معكم ان شاء الله. نديروا كيما هكذا هنايا نديروا كيما هكا هنايا هكا انا خواتاتي نعدلوه ونديروا هنايا ونعصروا عليها كيما هكا بهذه الطريقه هذه بهذه الطريقه ها هي وين ونعصروا كيما هكذا فوالا خواتاتي بعد بهذا الشكل هذا فوالا نسيه ونجبدوا كيما ها باش يجينا ملموم ما يجيناش الشنيف تاعو مفرطحين نجيو كيما هكا وهنايا كيما ها هكا شوفوا وتجي كيما هاد الطريقه هذه جبنا هذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا تجي على شكل ورده هذه هي ونحطوها نجيو حي ورق نحطوها هنا بسم الله ها هي وهي نحطوها بهذا الشكل هذا فوالا خواتاتي شفتوا المقرط في جدايك نديرو نعاود نديرو الشكل الشكل نوع وانواع تضرب شويه هنايا ها وتخرج لك هذا الشكل هذا ها شفتوا ها نحميو الزيت ونمشيو نقليوهم ان شاء الله يلا معايا انا خواتاتي عندي العسل اللي مطيبه العسل هنايا ان شاء الله نشارككم فيها نخليوه هنايا يحمى المقروط تاعنا هنايا حطوا غير بالسياس طريقه تبع الطريقه تاع ام جنة غادي نقعد معاك هنايا شوفوا لا ينحل لا ما ينحلش فوالا خواتاتي تحركوا كما تبغيو ما ينفرطكم ما حتى حاجه هاني نحرك كما نبغي ها هاني نحرك فيه فوالا خواتاتي ها فوالا تحركوا كيما تبغيو ما ينفرطكمش هنا بسم الله نبقى نحط فيها ديريكتومو هكا نرفدو بسم الله ما شاء الله ونحطو هنايا في العسل ها هو حامي خواتاتي تطفيوه في العسل فوالا يا زينه ديال الحلوات راكم تشوفوا هنايا ها دروك راني ها هو يقرب كمل القلي ديالو ها هو فوالا خواتاتي ها شوفوا خواتاتي كاش جا اكثر من رائع خواتاتي شوفوا كي داير ما شاء الله واش غادي نقول لكم على هذا المقروط واش غادي نقول لكم يا خواتاتي يا زينات يا الحلوات جا اكثر من رائع خواتاتي راني عاد كيعسلتو راه عاد حامي هذه هي المهم انا بغيت ندير لكم الوصفه باش نخليكم تمشيو وتجريو ديروا الوصفه خواتاتي العزازات الغاليات الله خواتاتي ما تقولي ليش هذا المقروط ماشي شباب المهم الطياب شوفوا ماشي ديروا تزربوه طيبوه نورمال كاين كيما نقولوا حنا كل واحد وكيفاش يطيبوا المهم خواتاتي شوفوا كي داير اما رمل معسل هذا هو المقروط تاع هذا العام يلا هجري يا حبيبتي جري اجري واش نقول لك مقروط ولا اروع شوفي المقروط كي داير المقروط ما شاء الله شوفي يا سلام غادي نوريه لك عن قرب حبيبتي احسن وصفه لهذا العام تاع المقروط شوفي يا اختي مقروط وعليه الكلام ما نقولكش روحي شوفي الوصفه انت هي اللي تحاكمي شوفي شوفي مقروط لهذا العام بسم الله شوفي مقروط كي داير بسم الله شتي دخلي وحضري لنا الوصفه بسم الله يا سلام يلا هي